وباتت ظاهرة تباهي النواب بالغرفة السفلى بالوقوف للبرلمان بالوقوف إلى جانب الشعب موضة أمام عدساتي الكاميرا في وقت تفضحهم تصرفاتهم عند التصويت على القوانين. التفاصيل مع أحمد مدني. في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية 2017 وما تبعه من ضجة سياسية وإعلامية عقب الزيادات الضريبية والتدابير التقشفية التي تمخضت عن هذا القانون، الموالاة داخل قبة زيغود يوسف وكعادتها لا تزال تتقن فن اللعب على الحبلين، عين تغازل بها الحكومة وأخرى ترافع من أجل الجبهة الاجتماعية. أنا موالاة نقول لك تحيا الشعب، وأنا معارضة نقول لك تحيا الشعب القليل، وأنت باش غادي تفهم والو وباش تعرفني على حقيقتي لازم تهود لدواري. والذي لديه بدائل كحلول ملموسة اقتصادية واقعية فليقترحها على الحكومة الجزائرية أو هنا في قبة البرلمان بدل أن يستعمل بدائل شعبوية. المعارضة التي صدعت رؤوس الشعب بالخطابات السياسية دفاعا عن المكاسب الاجتماعية لم تشد عن القاعدة تحت عنوان نحن أقلية داخل هيئة الدخليفة. الجميع يعلم بالواجب الوطني الذي نقوم به سواء في المناقشات العامة أو أثناء التعديلات أو يوم التصويت ومصارحة الرأي العام بحقيقة هذا القانون وخلفياته وأثاره وانعكاساته السلبية. هذا الذي نملكه أننا نبرئ الذمة ونقوم بالواجب ونقيم الشهادة على الآخرين. هو لابد أن نصدق الذي يقف مع الشعب دائما وليس أثناء المناقشات والمداخلات. من يقف مع الشعب هو الذي يصوت في الأخير على ما يخدم الشعب، ومن ثم لا نسمع لكلام هؤلاء الذين عادة ما يستعملون الإزدواجية في الخطاب. قانون المالية 2017 في نسخته الجديدة سيفضح آجلا أم عاجلا سماسرة المتاجرين بأصوات الشعب داخل قبة البرلمان، ولعبة رفع الأيدي ليست ببعيد.